السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي لكل الشرفاء داخل الجزائر وخارجها. تحياتي كالمعتاد إلى كل الأحرار في العالم بكل اللغات وبكل اللهجات. حبيت باش ندير تسجيل واللي هو رد وتعليق حول ما قاله الأخ سعيد بن سديرة على الصفحة نتاعو في الفيسبوك. التسجيل هذا هو ليس هجوم شخصي، وإنما حول الأفكار اللي جا بها في هذا التسجيل. طبعا كنت تحدثت عدة مرات مع هذا الأخ هذا سعيد بن سديرة، ولكن يبدو لي هو أنه الأخ بن سديرة من خلال المتابعة نتاعي للتعليقات نتاعه والتسجيلات نتاعه، هو أنه ليس كما يصرح من أنه التعليقات ولا التسجيلات اللي يقوم بها هي نتيجة نتاع الرغبة نتاعه. دليل في ذلك هو أنه كل مرة يأتي بمعلومات ويحاول يقول للناس من أنه راهو قريب من أصحاب القرار في الجزائر. هذا دليل من أنه سيد مكلف بمهمة. ولكن في هذا التسجيل أنا ما رانيش رايح نركز على الأمور الشخصية نتاعو، رايح نركز على الأفكار هذه اللي جا بها. قال من أنه الجزائر راها في خطر وإلى غير ذلك من الأشياء، وبطبيعة الحال الناس اللي تابعوا الشأن الجزائري وتابعوا التحولات هذه اللي راها جارية في الوطن العربي يدركون جيدا من أنه هذا سعيد بن سديرة بدأ الظهور تاعه مباشرة بعد تصريحات اللي أدلى بها كريم مولاي، اللي يقدر يجيب لي تسجيل واحد قبل التصريحات هذه نتاع كريم مولاي يتفضل. لعلكم تعرفتوا على هذا سعيد بن سديرة من خلال التسجيلات اللي نشرتها في الصفحة نتاعي في اليوتيوب، قبل ذلك واحد ما يعرفه. وكما قلت ونزيد نعاود نكرر من أنه هذا الكلام هو ليس شخصي، فقط لتوضيح بعض الأمور حتى لا ينخدع بعض الشباب ببعض التصريحات، سيما الناس اللي ما عندهم حتى علاقة بالسياسة، الناس اللي راهم فاهمين السياسة وعارفين الأمور كيفاش راه تمشي، هذو ما كان حتى مشكلة معهم. خونا بن سديرة يقول من أنه الجزائر راها في وضع خطر. بطبيعة الحال الناس اللي تابعوا في الشأن الجزائري بالنسبة لهم هذا الأمر عادي، لأنه ليس من الآن راهم يقولوا من أن الجزائر راها في وضع خطر. منذ سنوات والناس تحذر، منذ سنوات والناس تدق في الأجراس تاع الخطر من أنه القادم راهو أسوأ في الجزائر. وأي إنسان محق، أي إنسان منصف، يعاود يرجع فقط للتسجيلات ويشوف التصريحات نتاع الناس اللي كانوا يتحدثوا في الشأن الجزائري، ويشوف المواقف نتاعهم، ويشوف المبادئ نتاع الناس، يا هل ترى هي ثابتة أم متغيرة، ويقدر فيما بعد يصنف الناس إذا حب يصنف الناس في خانة الناس الصادقين مع الشعب، وفي خانة الناس اللي كانوا يبيعوا في الأوهام للشعب. المواطن الجزائري له مطلق الحرية على جال باش هو يعرف ما الذي يجري في الجزائر، ويعرف الناس اللي كانوا ينصحوا فيه، ويعرف الناس اللي كانوا يبيعوا له في الأوهام، لا باسم الإسلام ولا باسم الوطنية ولا باسم التاريخ ولا باسم الحداثة ولا باسم الديمقراطية ولا باسم حقوق الإنسان. الناس المتابعين للشأن الجزائري راهم يعرفوا هذه الأشياء.
إذن سيخونا بن زديرة يتحدث عن الوضع، طبيعة الحال نحن نتفق من أنه الوضع خطير في الجزائر، نتيجة نتاع التراكمات السلبية، نتيجة نتاع الأنا، نتيجة نتاع المحسوبية، نتيجة نتاع لا أريكم إلا ما أرى، نتيجة نتاع عدم معالجة الأمور بشكل جدي وبشكل اللي يحل الأزمة الجزائرية من الجذور تاعها. وسيخونا بن زديرة من خلال التصريحات نتاعو المتتالية كل مرة يكرر من أنه كان مع توقيف المسار الانتخابي، بمعنى أنه واحد من المتورطين في الدماء نتاع الجزائر، واحد من المتورطين، وهذا بالاعترافات نتاعو، مش الكلام هذا راني نقول فيه. يقترح في هذا التسجير الجنرال توفيق اللي يقول من أنه هو رب الأزمة وفاسد وهو سبب البلاء في الجزائر، يقترحه من أجل على جال باش يتقدم يا إما أنه يترشح لرئاسة الجمهورية، وإما هو أنه يعين رئيس الجمهورية، يعني يعين روحه وإلا يعين رئيس الجمهورية. درك لو كان هذا الكلام يقوله إنسان واحد بهلول ما يعرفش، قال والله سيد هذا مرفوع عليه القلم. لو يقول هذا الكلام إنسان أمي ما قرأ ما شاف، والله تقدر ربما تلقى له عذر. لو يقولوا إنسان واحد من البلطاجية هذو، قال والله هذا السيد هذا أعطوا له كسكروت وقال قول هكذا، ربما تلقى له. لكن هو أنه يقول واحد إعلامي وقرأ الصحافة والناس اللي راهم يتكلموا في الشأن السياسي نتوع كابويا وبوجغل اللوات وقاشي راشي، يتكلموا واحد اللي عايش في بريطانيا وين أنه الكلمة والإرادة للمواطن، المواطن هو اللي قرر. راكم شفتوا مؤخرا كيف أزيح رئيس الحكومة نتاعهم، راكم شفتوا مؤخرا في بريطانيا كيف البريطانيون خرجوا من هذا نتاع الاتحاد الأوروبي. ويسوقنا هذا الكلام على إنسان دموي، إنسان باعترافه هو يقول باللي رب الأزمة، يعني وكأنه دعوة الناس الشيطان على جال باش يصلي بهم. شيطان هذا توفيق وش هو؟ إنسان مجرم، إنسان دموي، الجزائريين الصورة نتاعو ما يعرفوهاش إلا مؤخرا. إنسان مجرم ساهم في تفكيك الأسرة الجزائرية، ساهم في تحطيم المدرسة الجزائرية، ساهم في تحطيم الاقتصاد، ساهم في خيانة الأمانة نتاع الشهداء، ساهم في تدمير المجتمع، تدمير اللغة، تدمير الأخلاق، تدمير القيم. تقترحوا على جلب شواء يساهم في حل الأزمة. والله لو كان قلت يعني كلام منطقي، قال والله هذا السيد هذا راه مشارك في الأزمة برجليه ويديه، وقال والله ربما تقترح مجلس نتاع مجموعة من الناس الخبراء من الناس العارفين بالشأن الجزائري، وقال هو بحكم أنه راه يعرف الملفات، قال نقترح حتى أيضا هو أنه نستشيره في قضية معينة خاصة فيما تعلق بالأمن والميليشيات وتاع الجماعات المخترقة، بحكم هو أنه راه يعرفهم وبحكم هو أنه هو المؤسس نتاعهم. قال والله السيد هذا رأي عنده رأي صحيح. أما هو أنه تقترحه كرئيس الجمهورية، جمهورية
وتقترح علاجا باش تشكل لجان للمطالبة نتاع المجرم السفاح عدو الله وعدو الشعب، على جل باش هو يكون رئيس، والله يعين رئيس يعينه، يعني وكأنه هذا الشعب عبارة عن قطيع نتاع غنم وقاشرة شي كيما مولف تقول. الشعب هذا لا فيه مفكرين ولا فيه أطباء ولا فيه فلاسفة ولا فيه مهندسين ولا فيه نخب ولا فيه دعاة ولا فيه مصلحين ولا فيه رجال، ما كان والو في هذا الشعب هذا. يجينا فقط هذا المجرم السفاح اللي كان يمصف الدم نتاع الشعب الجزائري واللي حطم الجزائر باختصار، وليس وحده فحسب، بل كانوا معه العماري ونزار والعماري الثاني وهلما جرى، راها القائمة معروفة عند الناس اللي راهم يعرفوا الأزمة الجزائرية. لو كان يا أخونا السعيد قال والله اقترحت مجموعة من المثقفين ومجموعة قال سيدي من شخصيات الوطنية على الأقل اللي نضاف، قال مثلا الدكتور علي بن محمد اللي كان وزير تربية، والله قال مثلا حمروش إلى حد ما مقبول، أحمد طالب الإبراهيمي إلى حد ما، رشيد بن يلس إلى حد ما، مجموعة من شخصيات الوطنية، وقال مثلا يشكل مجلس، وقال سيدي مجموعة من النخب هذو والمثقفين اللي في هذا الفطرة نتاع الأزمة والفطرة نتاع الدم والدموع، قال والله ساهموا هما من خلال الكتابات نتاعهم، من خلال التنوير تاع الرأي العام، من خلال عدم المشاركة نتاعهم في هذه الأزمة، قال والله نقترحوهم يعني كحل هكذا عاجل على جل باش هما يشكلوا مجلس تأسيسي اللي فيما بعد قال مثلا يشرف على انتخابات، والله كذا. قال والله لو كان نشكلوا حكومة من الرجال هكذا المخلصين، حكومة مؤقتة، قال تشرف على الانتخابات وتشرف على دستور وكذا، يعني كلام منطقي اللي يقبله أي واحد من الشرفاء في الجزائر. أما هو أنه تقترح واحد سفاح واحد مجرم تقترحه باش هو يحل الأزمة، وكأنه مثل هذاك الإنسان اللي راه هو خامج، إنسان فاسد، ويجي هو يخطب على العفة ويخطب على الشرف، والله وحدة عاهرة وتجي تخطب للناس ترشد فيهم. هل ترى هذا منطق؟ هذا يا هل ترى هذا كلام نتاع إنسان عاقل؟ لو كان جيت راك قال مثلا في صحراء راك مقطوع على العالم، ما عندك لا انترنت ولا عندك صحيفة راها توصل ليك ولا عندك جهاز نتاع تلفزيون، راك عايش في ما على باليش انا في مكان منقطع على العالم، قال والله السيد هذا مرفوع عليه القلم، تتكلم في هذا الكلام وانت عايش في بريطانيا، وين انه المواطن هو اللي قرر تتكلم في هذا الكلام، ونحن على ابواب 2017. هذا مش كلام انت انسان عاقل يا اخونا السعيد، هذا مش كلام انت انسان مثقف وإنسان واعي وإنسان راه فاهم فعلا المعضلة الجزائرية. مشكلة نتاع الجزائر راه معروفة عند الناس العاقلين، عند الناس اللي فاهمين، وعند الناس اللي طالعوا التاريخ نتاع الجزائر. مشكلة الجزائر كلها متمحورة حول السلطة، وليس في الجزائر فقط، هذه الحروب اللي راه تجري كلها متعلقة بالسلطة. راهم وعدوا الناس في العراق على جل باش العراقيين يعيشوا الحرية، يا هل ترى الشعب العراقي راهو يذوق وراهو يطعم في الحرية؟ يا هل ترى في ليبيا راه الشعب الليبي راهو يذوق وراهو يطعم في الحرية؟
في سوريا وفي كل مكان. المشكلة راه واضحة من أنه الأمر يتعلق بالسلطة، ومشكلتنا احنا في الجزائر لازمنا نتعلموا العمل الجماعي، ما لازمش نبقاو في أنه نتاع دعم فلان ضد فلان، البارح ويحيى واليوم جنرال توفيق. لازمنا نتعلموا العمل الجماعي إذا كان فعلا نريد الخروج من الأزمة، ولازم نفكروا في الأجيال القادمة، ما لازمش نفكروا في رواحنا، لازمنا نفكروا في أولادنا، في أولاد أولادنا. العمل الجماعي اللي خصنا في الجزائر، يد الله مع الجماعة. إذا كان فعلا حابين نخرج من الأزمة، معروفة الصراعات في الجزائر منذ مصالح الحاج، ومنذ الحركة التي أنشئت في الأربعينات، ومنذ ذلك الحين والجزائر راها في هذه الصراعات. مجموعات دي كلون، واحد يأيد في بن خدة، وواحد يأيد في شعباني، وواحد يأيد في بومدين، وواحد يأيد في كريم بالقاسم، وواحد يأيد في أيت حمد، وواحد يأيد في بوضياف، وما زالنا في نفس العقليات. راح كلون يجي كلون واحد آخر. لازمنا نفكروا التفكير نتاع المصلحة نتاع البلاد. حقيقة هو أن الوضع خطير في الجزائر نتيجة لعدة اعتبارات، منها اللي هو إقليمي، الجزائر رها الحدود نتاعها النار شاعلة، منها ما هو اقتصادي نتيجة لتدهور تاع الأسعار تاع البترول، ونتيجة أيضا لعدم معالجة الأزمة. كلكم يعرف مسألة نتاع المختطفين، مسألة نتاع اللاجئين وتاع الحريات، ايضا هذه المساله نتاع الزعامات رانا نشوفوا الان في بوتفليقه راهو على سرير الموت، لسنا ندري وقتاش راهو راح ربي يرفع الروح نتاعو، ماناش عارفين لا نموتوا قبله والله يموتوا قبلنا. ومع ذلك هن الرئيس، قرر الرئيس، نحى الرئيس الى غير ذلك. هذه المساله نتاع الزعامات هذه رانا شفناها وين دات البلاد، شفنا وين انه بوضياف عرض عليه على جال باش هو يكون رئيس ورفض، وشفنا فيما بعد كيفاش قبل بحجه هو انه قال والله نساهم في الجزائر، رانا شفناها. اذن اي واحد، اي شخص مهما كان، ربما كاين الناس اللي تقدر تستشيره، تاخذ برأيه، تاخذ بالنصيحة نتاعو، هذا شيء مقبول. لكن هو أنه يعني تروح تدعم إنسان، هذه لازم تتوقف. لازمنا نفكروا في العمل الجماعي، نفكروا في المشروع اللي يحل الأزمة الجزائرية من الجذور تاعها، وهذا ما يقدرش عليه شخص ولا مجموعة من الأشخاص، لابد من تظافر نتاع الشعب. هذا الانسان اللي يعتبر الشعب هو عباره عن قاطع نتاع غنم يحتقر الشعب، هذا لا خير فيه. اذن الاخ سعيد، انا تكلمت معك بهذه اللغه، واعتقد ما رانيش يعني قستك، والله راني تكلمت في واقع، وتكلمت لأنك أنت راك تتحدث في الشأن الجزائري، ومن حق أي مواطن جزائري على جال باش يعلق عليك والله ينتقدك، لأنك راك تتحدث في مسألة تخص الأمن وتخص الوطن بإسره، ما راكش تتحدث قال مثلا في قهوة قال راك تقصر في واحد والله، وجيت أنا مثلا دخلت في المسألة هذه، هنا عندك الحق، قال ما رانيش نتكلم معاك. انت راك الان تتحدث
الهواء المفتوح، ومن حق اي انسان مش غير انت، انا اي انسان راه يتحدث في الشان الجزائري من حق المواطنين على جلب وجههما يردوا عليه وينتقدوه وكل شيء. وانا مانيش من النوع هذاك اللي يسب الناس، ومانيش من النوع اللي يتهم الناس. لو كان ما تكونش عندي اشياء يعني ادله على جال باش نتحدث مع شخص ما في موضوع ما، ما نتحدثش. وكاين بعض الناس اللي راهم داروا مبادرات وما تحدثش عليهم ما دام راهم ماهمش يمسوا في الشيء العام، وما دام راهم يتحدثوا في المصلحة الوطنية حتى وإن اختلفت معاهم ما نتحدثش عليهم، لأنه الانتقاد لهم ربما قد راه رايح هو يدفع ناس على جال باش هما يطيحوا عليهم. أنا ما نتكلمش عليهم، راني ساكت ومخلي الناس توصل للحقيقة، لأنه كاين بعض من الناس يتبع، ربما عنده عاطفة، ربما عنده ثقة زائدة في بعض الناس، ربما يتبع تخليه حتى يوصل للحقيقة ويعترف فيما بعد من أنه راه أخطأ في التقدير تاعو. لكن انت راك تقول في كلام خطير. رانا عارفين البلطجية في الجزائر، عارفين الناس باللي كاين منهم اللي راه متورطين في الدماء، كاين اللي راه قاتل، كاين اللي راه سارق، كاين اللي راه فاعل افاعيل في الجزائر، بالتالي هما يخافوا من الحقيقة. هذه هي اللي راه ترعب فيهم الحقيقة، لانه لما يعرف الشعب الجزائري الحقيقة خلاص انتهت المهمة نتاعهم. وكاين بعض من الناس اللي راهم هما عندهم طموحات فردية، ماهمش يحوسوا على المصلحة نتاع البلاد، عندهم طموحات فردية، حب يوصل في ظل العفن، ما يقدرش هو يوصل لما يكون هناك تنافس شريف، ما يقدرش يوصل هو لما يكون الشعب الجزائري فعلا راه هو يعبر بالسيادة نتاعو بالحرية نتاعهم. ورانا شفناهم في الانتخابات فقط تاع 92، رانا شفناهم كاين بعض من الناس اللي العائلة نتاعو ما قدرش يقنعها، في العائلة نتاعو ما قدرش يقنعهم على جال باش ينتخبوا عليه، وصار منهم اللي وزير، وصار منهم اللي نائب في البرلمان، وصار منهم اللي رئيس كتلة، وصار منهم. رانا نعرفوا هذه الأشياء. إذا هذ الناس هما يستغلوا في هذه الأوضاع على جال باش هما يوصلوا يحققوا الأهداف نتاعهم في ظل الفوضى وفي ظل العفن. الشيء اللي يزعجهم هو العمل الجماعي، هو المنافسة الشريفة. الشيء اللي يزعجهم هو لما يتقدموا الشرفاء والمخلصين للصفوف. الشيء اللي يزعجهم هو لما ترجع الإرادة والسيادة للشعب. هما يستعملوا التخويف، يستعملوا الابتزاز، يستعملوا هذه الأشياء كلها من أجل دفع المواطن على جال باش هو يسلم أمره لهم ويرضى بالواقع هذاك. حتى أنه يصير الواحد لما تخيره بين الكونسير وبين الكوليرا ولا بين المرض نتاع السكري، بطبيعة الحال هو راه يختار أخف الأمراض. لكن احنا حابين نعالجوا هذا الأزمة بشكل نهائي وبشكل دائم ونحلوها من الجذور تاعها. هذا هو الشيء اللي نحوسوا عليه كجزائريين. أما السير وراء حزب، وراء مجموعة من الناس، وراء شخص، هذا لن يزيد الجزائر إلا تضييع للفرص. هذا الناس اللي راهم الآن يتسابقوا للبرلمان وحابين هما يفسروا تفسيرات، منهم اللي البارح كان يدعو إلى المقاطعة نتاع الانتخابات الرئاسية. الانتخابات الرئاسية اللي المفترض هي اللي تكون البوابة لحل الأزمة الجزائرية، كان يدافع المقاطعة، والآن راهم يدعيوا في الناس للمشاركة في الانتخابات بحجج واهية. منهم اللي البارح كان يقول من أنه
النظام والفساد وحنا 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 وحنا، واليوم راهم قلبوا الفيست نتاعهم وراهم يدعوا في المواطن. مثل ما قلنا لكم في تسجيلات سابقة، راه التسجيلات راها موجودة، يستطيع أي منصف وأي عاقل على جال باش يطالعها. كنا نقول لكم باللي هذا الناس الأفق نتاعهم محدود، وهذا الناس مثل ما اليوم راهم يدعوا فيكم من أجل كذا وكذا، راهم فيما بعد راهم رايحين يتنكروا وراهم رايحين يعاودوا يدعيكم، وهذا الشيء اللي راكم الآن تشوفوا فيه رأي العين. إذن الإخوة والأخوات، حتى باش ما نطولش عليكم، حبيت باش ندير هذه التسجيل وهذه المداخلة ردا على التصريحات اللي أدلى بها الأخ سعيد بن زدير. أنا ما عندي حتى أمور شخصية بيني وبينك، ما عندي حتى مشكلة بيني وبينك شخصية، مانيش من النوع هذاك اللي يهاجم الناس هكذاك ويسب فيهم كما راهم بعض الناس. حبيت باش ندير تسجيل، وراهم الناس عندهم عقول يفكروا بها، حوسوا على جال باش نخرجوا من الأزمة نهائيا في الجزائر. أما تضييع الفرص هذا راهو لن يزيد الجزائر إلا الخراب. خلاص رانا لحقنا لواحد الوقت وين أنه البريكولاج واستعمال الوقت والهروب إلى الأمام والتخويف والترهيب أراهم مدي الجزائر المحرقة. راكم شفتوا الإخوة والأخوات في الجزائر، الناس راها الآن تجري على شكارة نتاع حليب في الوقت اللي الناس راها تطمح على جال باش تروح للمونديال نتاع موسكو. أموال نتاع الشعب يهضروا فيها، أموال الشعب راحت، كانوا يوزعوا في هذيك القروض هذيك يمدوا فيها، واحد روح دير طوموبيل وروح سكتنا، واحد روح دير بقرات وروح سكتنا، واحد روح دير كراج تاع الدجاج وروح سكتنا، وكذا قاعدين يوزعوا في هذيك الاموال. وراكم شفتوا النتيجه اللي وصلنا لها. لو كان جات هذيك الاموال نتاع البترول هذيك طاحت في ناس مسيرين صادقين يحبوا البلاد ويحبوا المصلحه نتاع البلاد، وناس فعلا يفكرون في المستقبل نتاع الاجيال، والله العظيم للجزائر راها صارت نوارة للأسف الشديد. طاحت عند ناس مفلسين، طاحت عند ناس فسدة. الجزائر محتاجة للمخلصين مش اللصوص. الجزائر محتاجة للرجال صادقين يضحيوا من أجلها، مش الناس اللي يحوزوا يزيدوا يحلبوا. الجزائر محتاجة للرجال اللي فكروا في مستقبل الأجيال. الجزائر محتاجة للرجال ينهضوا بها، مش محتاجة اللصوص يزيدوا يكملوا المهمة نتاع الناس اللي قبلهم. محتاجة الناس طاهرين، محتاجة الناس اليدين نتاعهم بيض، أيديهم بيضاء من الدماء، ناس ما مش فاسدين أخلاقيا. والحمد لله كاين رجال قادرين يساهموا. الجزائر محتاجة الناس يضحيوا مش الناس يهمهموا. الجزائر محتاجة إلى كفاءات، محتاجة إلى إطارات، محتاجة إلى ناس صادقين، ناس يكونوا مثل ما كان العربي بن مهيدي، ومثل ما كان مصطفى بن بولعيد، ومثل ما كان أحمد زبانة، ومثل ما كانوا الرجال المخلصين اللي قدموا المصلحة العامة فوق كل الاعتبارات وضحوا بالأنفس نتاعهم من أجل أن الجزائر تعيش عزيزة مكرمة، مش الناس دمويين اللي كانوا يحتقروا في الشعب نتاعهم وكانوا يظلوا في الشعب الجزائري وكانوا يديروا في الملفات للناس الأبرياء وكانوا يساهموا في الاغتصاب نتاع الحرائر نتاع الجزائر، وكانوا يقتلوا في الأئمة، وكانوا يقتلوا في الدعاة، وكانوا يقتلوا في المخلصين، وقاعدين يدعموا في أهل الشكارة ويدعموا في أهل الزكارة، وكانوا يدعموا في المضللين ويدعموا في المشعوذين ويدعموا في التدني نتاع الأخلاق، وساهموا في تحطيم الأسرة الجزائرية وتحطيم المجتمع باختصار. هذه الكلمة نتاعي إن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان.
تحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.